أعلنت الصين أنها ستضع مختبرا فضائيا ثانيا في مداره خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك في إطار خطط البلاد إدخال محطة فضائية مأهولة دائمة إلى الخدمة بحلول عام 2022. وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن من المتوقع أن يلتحم المختبر الفضائي التجريبي القصر السماوي بمركبة الشحن المركبة السماوية التي من المقرر إطلاقها خلال النصف الأول من العام المقبل. 进行长期。